يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من طرق دعوة النصارى أن يبين ما في كتبهم من الباطل الذي لا يقبله عقل سليم، أم أن الأفضل عدم التعرض لما في كتبهم؟ إذا كانت كتبهم رائجة عند الناس وأنت عندك علم ومقدرة بين، لا يغترون بها الناس. أما إذا كانت كتبهم ما هي موجودة عند الناس فلا تفتح عليهم باب شر وهم ما يعرفونها، أو أنك أنت ما عندك علم فلا تدخل في شيء لا تحسنه. نعم.